الصيف يوم ولا تنهاني، يكفيك في التاريخ يوم الهاني، يكفيك يا والناسة بين العرب يا طرابلس للماسة. عشط ديما قايمة العراسة، وديما في نارك يرشد الوحداني. بلاد الطرب والفن والرياسة، لياليك وايامك زها ومغاني. أم المدائن حاضنة القاسي والداني، كتب عنها الشعراء في قصائدهم وتغزلوا في مناقبها ومحاسنها. وكل من يزورها ويطرق بابها يهيم بسحرها الرباني، ويطيب للمقام ما بين حناياها. مدينة من مدن التاريخ اسمها الإغريق تريبولي، عرفت أيضا باسم أويا. نشأت في القرن السابع قبل الميلاد كمحطة تجارية ساهمت في رواج حركة التبادل التجاري ما بين شمال وجنوب أفريقيا. وكل ما ياخذنا الحنين عن طرابلس يطرق باب الذاكرة، وبقوة معلم من معالمها الأثرية يقع في منطقة باب بحر في المدينة القديمة، ألا وهو جوس ماركوس. تمثال عريق أقدم من تمثال الحرية في أمريكا وبرج إيفل في فرنسا، تارة يسمى بقوس النصر وتارة أخرى يوصف بمصنع إرخام حسب التسمية المحلية. شيد المعلم ابان القرن الثاني الميلاد تخليدا للامبراطور الروماني ماركوس اوروليوس، تم بناءه من الرخام اليوناني والحجاره الرمليه. وللاهميه اتجاهات ابوابه تمثل انقاض المدينه الفينيقيه القديمه المبنيه على بقايا وركام المدينه الرومانيه. جوس ماركوس هو الاثر الروماني الوحيد اللي لا يزال صامد، نقوشة وزخارفة وطرازة المعماري يعبر عن العهد الروماني اللي عصرت المدينة، وهو إنجاز التعبير الشاهد الصامت على كل ما مرت به طرابلس من أحداث عبر الحقب الزمنية المختلفة. في وسط طرابلس تبرز ملامح المدينة القديمة الزاخرة بمعالم ومباني أثرية، يعود تاريخ إنشاء البعض منها إلى ما يزيد عن 500 عام. وتنبض شوارع المدينة القديمة بروح العصر، وتضم أزقتها أبنية عريقة تخلد في لوحات تذكارية أسماء من شيدها. ومن بين الأمكنة اللي تشكل واجهة حضارية ومعمارية واقتصادية وفنية في المدينة القديمة، زنقة القصدارة المزدانة بأواني نحاسية تشكلها أيادي الحرفيين بكل مهارة وإتقان، واللي تعتمد على جسرة النحاس وإعادة ترميمة وبت الحياة فيه من جديد. يقول المثل صنعت ليدين ولا مال الجدين، المعروف عن أهالي مدينة طرابلس مدى حرصهم الشديد على مزاولة الحرف والصناعة التقليدية، بل الحفاظ عليها من الانتظار، وهي مصدر دخل للبعض منهم. ومن بين تلك الصناعات حياكة المنسوجات الصوفية والحريرية وما يعرف بالحوكي أو النول المتخصص في نسج الأردية. وكم يستمتع أهل المدينة القديمة وزوارها بالجلوس في مقهى الطبجي، وهي من المقاهي اللي ما زالت متمسكة بطبعها القديم في الديكور والضيافة. وتزخر مدينة طرابلس بعدة فنون تعكس الثقافة الإسلامية، ويعتبر فن الملوف اللي يتباهى طرابلسية في أدائه من أشهر تلك الفنون وأبرزها. أم السرايا والشط والهاني، أترك شداع الكون فاح زهورة، خلى القمر غاير وزاد فنورة، والشمس تغزل في الحرير لزولك، والليل يحلم بيك عاشق شطك،
والصبح قايم بيك داير دورة. طرابلس، حدود الزين.